يعطيك العافية. ترى بعد ما حكينا على الزواكر بنبلش نحنا نبرمج السويتش. مثل ما انتم شايفين هون نحنا فتحنا النافذة لحتى نبلش ببرمجة السويتش. عندي سويتش 2960 كبس عليه كبستين وطلع معي النافذة بالسي ال اي. انا بدخل على برمجة السويتش. بالبداية خلينا نحنا نتعرف على انماط عمل السويتش. في عندي نمط اول ما ادخل على السويتش فانا بقدر بس لحتى اعرف شو التعليمات الموجودة بحط اشارة الاستفهام لحالة بتطلع لي التعليمات الموجودة. بقدر بعمل بينج، بقدر بعمل شو يعني هي بتعرض لي شو رانينج سيستم انفورميشن. عندي مجموعة تعليمات بقدر انا بشتغل فيها. هلا لحتى انا غير باعدادات السويتش لازم ادخل على الانابل مود. انتقلنا من المود الاول على المود الثاني، صار في عندي اشارة الهاش. طيب نحط اشارة استفهام، عندي كل هاي التعليمات بالمسافة بيكمل شو التعليمات الموجودة. انا لحتى اقدر فوت وعدل باسم السويتش، عدل احط له اي بي، اعمل فيلان، اي شيء ضمن اعدادات السويتش، انا لازم ادخل على configuration terminal. صرت انا بمستوى الكونفيج. هلا صرنا بمستوى الكونفيج، فينا نحط اشارة استفهام نشوف شو في عندي تعليمات. تمام، كل تعليمة في موجود جنب منا الشرح تبعها. بداية انا راح اغير اسم السويتش لتعليم، بحط هوست نيم. هلا اذا ملاحظين احنا كتبت انا هوست وكملت كبست زر حتى كملت التعليمة كاملة اللي هو زر التاب على الكيبورد. هوست نيم انا بحط له تعليم. اذا ملاحظين تغير معي اسم السويتش لتعليم. هاي الاعدادات اللي انا عم غيرها وين رح تنحفظ؟ رح تنحفظ بالconfiguration file اللي موجودة على الانفيرام. تمام؟ بالفيديوهات الثانية رح نتعلم شلون نحن ننشئ فيلان،